فضيلة الشيخ، عندنا مسجد واحد في مدينتنا ولا يوجد غيره، وهو مبني بجانب مقبرة، والقبور عن يساره ومن أمامه وعن يمينه تبعد عنه حوالي مترين أو ثلاث، وليس بين المسجد وهذه القبور إلا جدار المسجد، حتى عند بنائه وجد في أساسه عظام لأموات فقاموا بتحويلها، وفي الآونة الأخيرة اختلف الناس في الصلاة فيه اختلافا شديدا، فقال بعضهم نصلي فيه بحجة أنه لا يوجد غيره لكن نحافظ على صلاة لكي نحافظ على صلاة الجماعة، وقال الآخرون لا نصلي فيه. السؤال: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ مع التفصيل لعل الله ينفع بجوابكم وجزاكم الله خيرا. إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد بطريق أو بشارع أو بأرض فضاء بينها وبين المسجد فلا مانع من الصلاة في هذا المسجد، أما إذا كانت القبور ملتصقة بجدار المسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه قائم على القبور. بل يقول السائل إنه وجد قبور في داخل المسجد، فهذا دليل على أن المسجد مبني على القبور وفي المقبرة، وهذا مسجد لا يجوز الصلاة فيه. الواجب أنه ينقل المسجد ينقل من هذا المكان إلى مكان آخر، فإن لم ينقل واستمروا عليه فلا تصلوا معهم، اجعلوا لكم مصلا مستقل أو مسجد آخر صلوا فيه واعتزلوا الصلاة في هذا المسجد. نعم.